اما الاحداث غادي نواصلوا مواد هذا العدد. فالفوترة كيف ما كتعرفوا في عدد من مناطق المملكة توقفت بشكل فعلي، ولكن فالاستهلاك فهو استمر، والفوترة يعني هذاك السيد اللي كيجي يشوف العداد وتسجيلو ايضا توصلكم الفاتورة ديال الماء والكهرباء للدار، فما دارش خلال طيلة فترة الحجر الصحي. اليوم عدد من الناس اللي كيدبروا هذا الامر هذا يعني الشركات اللي مكلفة بتدبير المفروض لتوزيع الماء والكهرباء على مستوى الدار البيضاء الكبرى، طنجة، مدن اخرى، فالحديث دائما على هذا الفوترة الفواتير هذه كيفاش غادي يتم تدبيرها. عدد من المواطنين كيقول بانها جات غاليه. لا، غادي نتكلموا بدايه مع فهد قاسمي مدير التسويق بشركه ليداك، شركه ليداك المكلفه بتدبير المفروض لتوزيع الماء والكهرباء على مستوى الدار البيضاء الكبرى. فهد قاسمي مرحبا بك معنا على اصوات. شكرا جزيلا شكرا على الاستضافه. مرحبا بك فهد قاسمي. بغيت نطرح عليك سؤال اللي كيجي على لسان المواطنين، الفوتورة كيفاش غتكون بالنسبه لهم في هذه الفتره هذه، كي غادي يتم تدبيرها؟ ايضا البعض كيقول بانها جات غاليه، واش انتم وصلكم شكايات في هذا السياق هذا؟ كيفاش غادي تدبروا هذه المرحله هذه؟ شكرا شكرا سي الدين. مرحبا بك. في البدايه بغيت نذكر ونوضح السياق الاستثنائي ديال الفوتره خلال الفتره ديال الحجر الصحي. من اللي بدا الحجر الصحي المتعلق بوباء كوفيد 19 وتطبيقا للقرارات ديال السلطات العموميه على المستوى الوطني اللي شملت جميع الموزعين، لذلك قمنا بتعليق الأنشطة ديالنا اللي كنقوموا بها بشكل يومي في المنازل واللي كتتعلق بالخصوص بقراءة ديال العدادات وتوزيع الفاتورات الورقية في المنازل، وكذلك عملية الاستخلاص ديال هذه الفواتير بالمنازل. هذه كلها عملية استثنائية اللي تمت خلال الفترة ديال الحجر الصحي. إذا الفاتورات اللي توصلوا بها الناس عبر طرق رقمية، عبر رسائل SMS، عبر البريد الإلكتروني، عبر اتصالهم بمركز علاقات مع الزبناء أو التطبيق ليداك 724، هذه الفواتير هذه تعتمدت على تقدير ديال الاستهلاك، وهذا التقدير ديال الاستهلاك تم الاعتماد فيه كذلك بتوافق وطني مع السلطات على ناخذ بعين الاعتبار المتوسط يعني المعدل ولا الموين ديال استهلاك نفس الزبون استهلاك الحقيقي ديالو لنفس الفتره ما بين سنتين 2018 و 2019. نعطي مثال باش نقرب المستمعين من هذه النقطه هذه. نعم يعني الا سمحتي لي غادي نطرح لك سؤال هنا، يعني هذه الفوتره اللي تمت لهذ الاشهر هذه هي تقدير ماشي بشكل فعلي تم استهلاك ديالو، يعني هو المعدل ديال 2018 و2019. تماما تديني فتره تقديريه. علاش؟ لان كيف ما قلت توقفت العمليه ديال القراءه الفعليه للعدادات، دونك في هذه الحاله تعبر علينا اننا نقراو فعليا العدادات باش ناخذوا الاستهلاك الحقيقي خلال هذه الفتره الاستثنائيه ديال الحجر الصحي. الفاتورات تعتمدت على التقدير، وهذا التقدير كياخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الحقيقي ديال كل زبون ما بين سنتين 2018 و2019 لنفس الفتره. نعطي غير مثال، مثلا الفاتوره التقديريه اللي توصل بها الزبون خلال شهر ابريل مثلا هي اعتمدت على الاستهلاك المتوسط ديال نفس الزبون خلال شهر ابريل 2018 و2019. دونك المعدل المتوسط هو اللي تستعمل كقاعده لاحتساب الفاتوره التقديريه. ابتداء من فاتح يونيو وكذلك مره اخرى بتوافق مع السلطات وعلى المستوى الوطني تم الاستئناف ديال عمليه قراءه العدادات محدثه. يعني عمليه التوزيع مازال معلقه، وحتى عمليه استخلاص الفاتورات في المنازل مازال معلقه الى اجل محدد. هذه القراءه اللي بدات من تاريخ 1 جوان فاتح يونيو وكتستمر كل نهار، لان كنقوموا بقراءه يوميه لجميع العدادات للمنطقه ديال الدار البيضاء الكبرى، هي اللي غادي تحدد لنا الحجم ديال الاستهلاك الحقيقي ما بين هذا التاريخ اللي غتم فيه القراءة الجديدة يعني ابتداء من فاتح يونيو ورجوعا إلى آخر قراءة فعلية ديال نفس العداد اللي تمت قبل بداية الحجر الصحي. نعطي مثال، إذا كان مثلا واحد العداد آخر مرة تقرا فيها هي 10 مارس مثلا، دونك القراءة الجديدة ديالو من بعد استئناف العملية هي 10 يونيو، دونك غادي يكون عندنا الاستهلاك الفعلي الحقيقي ما بين 10 مارس و10 يونيو، يعني واحد الاستهلاك اللي كيجمع 90 يوم او 3 اشهر.
اللي بغيت نوضح واللي بغيت نشير الانتباه المستمع الكريم هو هذا الاستهلاك اللي تجمع لمدة 3 شهور راه ما غاديش يتم الاحتساب ديالو كيفما كانت كيفما فاتورة واحدة ما يمكنش. هذا الاستهلاك تيشمل 90 يوم يعني 3 اشهر. دونك هنا السؤال ديالي واش غادي مثلا هذا الشيء عدد الناس مثلا ما خلصوش هذه الفتره كي غادي يتم تدبير هذه المرحله هذه واش غادي يخلصوا كل مره بوحدها الفاتوره غتجي كل مره يعني زايده فيها شي حاجه كيفاش غتتم هذه العمليه هذه؟ إذا سمحتي سي عزيز غير نكمل غير النقطة ديال كيفاش غتتم العملية ديال التسوية وغادي نطرق العملية ديال الأداء كيفاش غادي تجي. كيف ما قلت هذا الاستهلاك الشامل ديال 90 يوم غادي تقسم لشهور غادي تقسم الفترات ديال 30 يوم. علاش؟ باش ناخذوا بعين الاعتبار الاستهلاك الشهري ونبقاو في احترام تام للأشطر اللي كتتم عبر الفوترة. إذا كل شهر غادي يعاود يتحسب بوحديتو في الفاتورة ديال التسوية وغادي ناخذوا غادي نقصوا من هذاك الشهر غادي نقصوا منه المبلغ اللي كان مقدر في هذاك الشهر يعني تيبقى غير الفارق. هذا الفارق هذا تيعطينا واحد جوج الحالات. الحاله الاولى في الزين هي مثلا التقدير اللي قمنا به اكثر من الاستهلاك الفعلي. نعطي مثال مثلا المجموع ديال التقدير على هاد 3 اشهر كان مثلا 300 درهم والاستهلاك الحقيقي اللي كان لمده 3 اشهر هو مثلا 200 درهم. يعني هذيك 100 درهم اللي كان زايده في التقدير إذا كان الزبون قام بالأداء ديالها تيمكن له يطلب الاسترجاع ديالها من أي وكالة ليداك أو يمكن له يخليها في الحساب ديالو عند شركة ليداك باش يمكن له تساعده في الأداء ديال الفاتورات المقبلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي إذا كانوا التقديرات كانوا أقل من الاستهلاك الحقيقي. وهنا غير بغيت نشير لواحد النقطة مهمة اللي هي خلال ديال الفترة ديال الحجر الصحي وكيف ما كنعرفوا كنا في المنازل ديالنا لفترة أكثر من اللي تنكونوا فيها مثلا في وقت الأنشطة العادية. كان هناك الشهر ديال رمضان اللي كنعرفوا حتى هو كتكون فيه واحد الزيادة نسبية ديال الاستهلاك. دونك الاستهلاك الحقيقي في هذه الحالة إذا كان أكثر من الاستهلاك اللي تم التقدير ديالو دونك هذه الفاتورة ديال التسوية اللي غادي تبدا تخرج ابتداء من هذا الشهر هذا كتوضح هذا الفرق. هذا هذا الفرق هو اللي تيكون الزبون مطالب بالاداء ديالو و وعيا منا ان خلال فتره ديال الحجر الصحي كانت النعكاس السلبي على لا لا على المغرب عامه الحركه الاقتصاديه. هذا هو السؤال ديالي. واحد العدد كبير ديال الناس هاد الناس هادو كانوا مريحين تماما يلا غادي يبداو العمل ماشي سهل حتى الجو غادي تولي مشكله اجتماعيه كبيره الا جاو شي فاتورات كبار او غادي اكزاكتومون غادي يبداو الناس تيسترجعوا الانشطه ديالهم بشويه بشويه القدره المعيشيه كتبدا ترجع حتى هي بشويه بشويه. هنا في ذاك تنواصلوا التضامن ديالنا مع الزبناء ديالنا وتنمنحوا سهيلات في الاداء ديال هذه الفاتوره ديال التسويه اللي غادي يكون فيها مثلا استهلاك اكثر من اللي كان التقدير ديالها. نقطة مهمة أخرى السؤال ديالي على الأداء بصفة كاملة على السؤال ديالك إذا سمحتي هو الزبناء اللي هذه الفاتورة ديال التسوية غادي تخرج لهم وهذه الفاتورة هذه الاستهلاك ديالها أكثر من الاستهلاك الاعتيادي ديالو في شهر عادي مثلا في شهر يونيو هادو تلقائيا لذاك كتمنح لهم إمكانية ديال التقسيم ديال هذه الفاتورة ديال التسوية على مدة توصل حتى 6 شهور تلقائيا. يعني هذا الفرق هذا يمكن لهم يخلصوا بشوي عليهم على 6 الأشطر حتى ترجع الوضعية العادية إن شاء الله. كيفاش واش يديروا الطلب أم أن غادي يتم مشكل تلقائي كيف ما تلقائيا كتعني بأن خصهم يتنقلوا لا هنا وخسرة باقين في الظروف ديال الحجر الصحي على الرغم كاين تخفيف ولكن الناس واش تقدر تنقل ولا كيفاش يديروا لهاد العمليه هذه فعليا؟ كيف ما قلت سي عز الدين هي تلقائيه يعني دوفيس هنايا كان الفاتوره ديال التسويه غادي تكون مقسمه على 6 اشهر باش نتيحوا للزبون انه يخلصها على مره او على جوج او على ثلاثه كل حسب امكانياته ما عنده ما يدير طلب في هذا الخصوص هذا. دونك تلقائيا كتقسم ويمكن له يديها على هاد الاشطر هادو اللي كتوصل يمكن توصل حتى لستة اشهر. فهد قاسمي مدير تسويق بلي داك سؤال اخير هاد المره كيتعلق بالشكايات ايضا اللي كتوصلكم او تحت الراديو البعض كيتصل كيشكى من هاد الفاتورات اللي ربما غيجي الثمن غالي. انتم كيفاش كتلقاو الشكايات كيفاش كتدبروها ايضا شحال وصلكم ديال الشكايات واش كاين فعليا بعض الناس اللي جاوا عندكم ام لا؟ تجاوبني بصراحه حول هاد السؤال هذا فهد قاسمي.
أنا نجاوب بكل صراحة وبكل شفافية في الحالتين. توصلنا بعض الشكايات خصوصا إذا سمحتي لي بين قوسين ديك الشكي خلص عاد الشكي يعني واش باقى ولا ما بقاتش يعني هذا هو السؤال. تخلصوا شكي تنظن ما 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 عمرنا خدمنا بها. أنا ما كنهضرش عليكم يعني مشات هذه الجملة هذه نعم قنوات التواصل ديالنا باش نجاوبك على السؤال ديال الشكايات. قنوات التواصل ديالنا مفتوحة ومستمرة. عندنا مركز العلاقات مع الزبناء اللي محلول 24 ساعة على 24 يجي تلقي المكالمات سواء استفسارات أو طلب شروحات أو طلب خدمة معينة إلى آخره. كذلك كاين البريد الإلكتروني، كذلك كاين تطبيق ليداكس ادفانسكات على السمارت فون، كذلك كاين الوكالة عبر الخط ديال ليداكس. دونك حنا جميع الأبواب مفتوحة لتلقي الشكايات وسورتو لإعطاء الشروحات اللازمة باش نشرحوا هذه الفترة الاستثنائية كيفاش دازت وناخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات ديال الزبناء ديالنا. فهد قاسمي مدير تسويق بليداكس، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا لك. تحية لك. تحية لك فهد قاسمي. وكنواصلوا معكم دائما مستمعينا برنامجكم اليومي. كنا نوقفوا الكورونا هذه المرة، غادي نمشيو الأخبار ثم غادي نتكلموا على المعلومة القانونية. زمن الكورونا هذه المرة تكلمنا على رفض الأجير لخضوع لاختبارات تحاليل الكشف عن فيروس كورونا اللي كنضمها المشغل بالمقاولة، واش كتشكل خطأ جسيم كيبرر الطرد.